أم محمد ايوه من يا مصر، فندم، برحب السلام بيك يا أم عليكم. محمد. وعليكم السلام ربنا ورحمة الله يبارك في وبركاته. ربنا يبارك في عمركم يا رب، ربنا يخليك يا فندم. الله يكرمك يا أم محمد، الله ربنا يخليك يعزك يا رب. ويصلح حالك ويبارك فيك يا رب. اتفضلي ممكن يا أم اسال محمد. الشيخ سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي، تحت أمرك. الله يصلح حالك ويبارك فيك يا رب، الله الله يكرمك. يخليك. معلش عفوا، حضرتك جدي متوفي بقاله 17 سنة، ايوه وكان ومعايا ولدين وبنت. حضرتك الولد الكبير ده تجوزه يعني بعد وفاته بسنة كده، كان في ليهم رصيد في البنك يعني 4500 بس، ايوه تمام؟ ده للولد، وللولد والبنت 2250. فحضرتك لما جيت اتجوز الاولاني ما كانش معايا يكمل بجوازه، فاخدت 2000 جنيه من نصيب الصغير اللي هو القاصر، ايوه تمام فندم؟ فحضرتك ايه، جوزت بيه بس وصيت يعني، قلت ربنا يكرمني ان شاء الله باذن الله ابقى اعمل جمعيه او يكون معايا فلوس اروح جايه حاطه ايه ال 2000 جنيه دول للولد الصغير عشان ما تحسبش عليه، تمام. تمام من حضرتك. فانا عايز اعرف دلوقتي بعد ال 17 سنه دول يعني هيبقوا بام كام احطهم في البنك اوديهم للقاصر ده تاني ارجعهم يعني عشان اكون ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني المبلغ ده انت خدتيه من 17 سنة يا ام محمد؟ ايوه انا من 17 سنه. كانوا 2000 جنيه، فانت دلوقتي بتسألي ترجعيهم 2000 جنيه زي ما هم ولا بقيمة دلوقتي؟ ايوه حاضر. ايوه ارجعهم ايه يعني قد ايه بالظبط دلوقتي حضرتك؟ طيب يا ام محمد حاضر، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هي ام محمد زوجها متوفي بقاله 17 سنة، كان معاها ولدين وبنت، فكان نصيب الولدين يعني كان نصيب واحد منهم 4500، فبتقول هي خدت 2000 من نصيب الصغير اللي هو لسه قاصر يعني، جوزت ساعدت في جواز الكبير، وقالت ان هي هترد هذا المبلغ مرة اخرى، ودلوقتي بتقول عايزه ارد المبلغ بقى اللي هم ال 2000 جنيه دول ارجعهم بقيمتهم. الزوج سايب ايه؟ سايب فلوس ايه؟ دي كان بيقول بتقول كان سايب فلوس في البنك زي ميراث ليهم يعني كده. ميراث؟ طيب وزعت الميراث كل واحد نصيبه، تمام مظبوط. ايوه خدت الفلوس تجوز الكبير، خدت جزء من فلوسك، جزء من فلوس الصغير تساعد بيها الكبير في الجواز، تمام. طيب ده دين على الكبير مش على الام. ده رقم واحد، تمام، لاني اللي خد وانتفع بالمال مين؟ الاخ الاكبر، الاخ الاكبر مش الام. طيب ارد ده للصغير لما كبر بقد ايه؟ انه قاصر كان وقتها بقيمته دلوقتي يعمل كام؟ وقتها كان ال 2000 جنيه تجيب كام جرام ذهب مثلا؟ ايوه واشوف قيمه الكام جرام ذهب دول دلوقتي كام؟ يطلع بقى 10,000 او الدولار. أيوه. الحاجات اللي هي ثابته، تمام. بس